الطعام والشراب من أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، وقد أرشدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لبعض آداب الطعام والشراب التي من الأولى للمسلم أن يتحلى بها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. يقول المقريزي: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مائدة وعلى الأرض، وكانت له قصعة كبيرة، وأكل خبز الشعير وأتدم بالخل، وأكل القثاء والدباء والسمن والأقط والحيس والزبد واللحم والقديد والشواء ولحم الدجاج والهريسة، وعاف أكل الضب واجتنب ما تؤذي رائحته، وأكل الجمار والتمر والقنب والرطب والبطيخ، وكان يحب الحلواء والعسل، ولم يأكل متكئا ولا صدقة. لقد كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد. فقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. وقد روى الطبراني: سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم، وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء، وسيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية، والفاغية هي نور الحناء. كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستيقظ من نومه وبعد فراغه من الصلاة وذكر الله عز وجل يتناول كوبا من الماء مذابا فيه معلقة من عسل النحل، ويذيبها إذابة جيدة، لأنه ثبت علميا أن الماء يكتسب خواص المادة المذابة فيه، بمعنى أن جزئيات الماء تترتب حسب جزئيات العسل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات لا يصيبه في هذا اليوم سم ولا سحر. وثبت بالدليل العلمي أن هناك إنزيما يرتفع أداؤه في حالة التسمم، وعندما يتم تناول سبع تمرات لمدة شهر يوميا نلاحظ أن هذا الإنزيم قد بدأ في الهبوط والعودة لوضعه الطبيعي، وهذا من الإعجاز الإلهي الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم. بعد تناول النبي صلى الله عليه وسلم لوجبة الإفطار يظل حتى يفرغ من صلاة العصر، ثم يأخذ ملء السقاية من زيت الزيتون وعليها نقطة خل مع كسرة خبز شعير، أي ما يعادل كف اليد. وقد ذكرت بعض الآيات القرآنية بعض الفوائد لزيت الزيتون، إذ يقول الله تعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. وقد أثبت العلم الحديث أن هناك أنواع عديدة من السرطان مثل سرطان العظم استخدم زيت الزيتون لعلاجها، وهي ما قال فيها الله عز وجل: وصبغ للآكلين، وتعني كما فسرها ابن كثير والقرطبي أنها تصبغ الجسم، أي لها صفة الصبغية، تتجلى قدرة الله عز وجل في انتقائه لغذاء نبيه محمد، فكان النبي يغمس كسرة الخبز بالخل وزيت الزيتون ويأكل. وقد اكتشف العلم الحديث أن الخل الناتج عن هضم المواد الكربوهيدراتية في الجسم هو مركب خلي اسمه أسيتو أستيت، والدهون تتحول إلى أسيتو أستيت، ويبقى المركب الوسطي للدهون والكربوهيدرات والبروتين هو الخل. عند تناول الخل وحدوث أي نقص من هذه المواد يعطيك الخل تعويضا لهذا النقص. تبين بالعلم الحديث أن زيت الزيتون مع الخل يقومان كمركب بإذابة الدهون عالية الكثافة التي تترسب في الشرايين مسببة تصلبها، لذلك أطلق العلماء على الخل مع زيت الزيتون بلدوزر الشرايين، لأنه يقوم بتنظيف الشرايين من الدهون عالية الكثافة التي قد تؤدي إلى تصلب الشرايين. وليس مهمة الخل فحسب القيام بإذابة الدهون، بل يقوم مع الزيتون كمركب بتحويل الدهون المذابة إلى دهون بسيطة يسهل دخولها في التمثيل الغذائي ليستفيد الجسم منها. ثم بعد أن يتناول النبي غذاءه كان يتناول جزرة حمراء من التي كانت تنبت في شبه الجزيرة العربية، وقد أثبت العلم الحديث بالدليل والتجربة أن الجزر الأحمر يوجد به أنتوكسيدات، وهي من الأشياء التي تثبط عمل مسببات السرطان، كما أثبت الطب الحديث أن الجزر يساعد على نمو الحامض النووي والعوامل الوراثية، فإن الكثير من الأطباء ينصحون بتناول الجزر كمصدر لفيتامين ألف ومصدر لتجدد العوامل الوراثية بالحامض النووي، كما أنه يؤخر ظهور الشيب. أما عن عشاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي من صلاة العشاء والنوافل والوتر وقبل أن يدخل في قيام الليل، كان يتناول وجبته الثالثة في اليوم وهي وجبة العشاء، كانت تحتوي على اللبن الروبي مع كثرة من خبز الشعير، وعنه أنه قال: أطيب اللحم لحم الظهر،
ورد عنه أنه كان يتناول البقل والقثاء وهو الخيار والدباء وهو القرع. أما عن الحلوى والفواكه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب منها العسل والرطب والتمر، وكانت أحب الفواكه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرطب والبطيخ. ومن الأطعمة التي كان يتناولها النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت في الأحاديث الصحيحة مما يأتي القرع. فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة، فقال لم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. الخل. فقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الإدام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندنا إلا خل، فدعا به وأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول نعم الأدام الخل، نعم الأدام الخل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.